عليكم، اهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الطاه الصغير. مطبخنا متجدد، في كل مرة عندنا طبق جديد وتحدي جديد واطفال موهبتهم الطبخ، ونحن نعطيهم المساحة الكاملة انهم يطلعون كل قدراتهم وطاقاتهم في الطبخة اللي بيختارها الشيف سعود، وهو اللي بيختار منو فيهم راح يفوز. شيف سعود، ايش حالك؟ يا اهلا وسهلا، نورنا اليوم. النور نورك ونور مشاركينا في هالحلقه. قول لي انك مختار لنا طبخه حلوه. سهله، بسيطه، مبتكره. هي. وحاولت اني اخلي المكونات موجوده في السوق. تروح اي سوق عدالك مكونات موجوده. شو هي؟ ام علي. صراحه بساعدهم، اسمح لي. اسمح لي. بنساعدهم، بنساعدهم. خلونا نشوف الاطفال شو قاعدين يسوون مع المكونات. اسمي ماري عبيد العبدولي، عمري 10 سنوات، أحب الطبخ كثيراً. الشيف اختار اليوم طبخة أم علي، وايد سهلة وبسيطة. أنا اسمي سارة أحمد الشحي، عمري 9 سنوات. الحمد لله أن الشيف اختار أم علي، لأن أم علي كان مكوناتها شوية وأقدر أجيبها بسرعة كبيرة. ورجعنا لكم مرة ثانية مع سارة وماريا. ماريا كم عمرك؟ 10. وانتي يا سارة؟ 9. 9 سنوات. هم الاثنين في أعمار متقاربة. كيف كانت رحلة المكونات؟ سهلة وحلوة. سهلة ها؟ وايد سهلة اليوم. هي. خلصت بالوقت المناسب؟ هي. ما شاء الله عليك يا ماريا. وانتي يا سارة؟ ركضت ودورت المكونات وخلصت بسرعة ورديت. ما شاء الله عليك. مستعدين هم الاثنين لطبخة أم علي؟ نعم. مستعدين؟ مستعدين. شف شو مكوناتنا اليوم؟ مكوناتنا جدا بسيطة وفي متناول الأيدي. اليوم عندنا كرواسون، لكن كرواسون فيه شوكولات. زين، قلنا نعطيها شوية نكهة وتحدي. نكهة، ويعني تعرفين الأطفال يحبون هالنكهات هذه. عندنا حليب محلى مكثف، عندنا قشطة، عندنا حليب فريش، وعندنا للتزيين فستق. في أسهل من شي؟ ما في أسهل. ها؟ ما في أسهل. ها؟ سويتوها من قبل؟ هي. سويتيها من قبل؟ هي. نو ساعدت في البيت؟ ماما ساعدتك؟ هي. كيف كانت يعني يوم سويتي وكذا، كانت صعبة ولا سهلة؟ خلصتوا بسرعة؟ خلصنا بسرعة وكانت سهلة. حلو. وانت يا سارة؟ يا سارة خلصنا بسرعة وكانت وايد سهلة. ايه، استمتعتي وانت تسوينها؟ نعم. يعني اليوم بتستمتعين بعد؟ ايه بضبطها. تضبطينها اليوم ان شاء الله. مستعدين انتوا الاثنين؟ مستعدين. يلا عيل نبدا. ماريا وسارة حيوية ونشاط من أول ما دخلوا عندنا المطبخ. يا ترى هل هي الأكلة اللي محمستنهم؟ أم علي سهلة، لذيذة وبسيطة، ومكوناتها متوفرة في أي سوق عدالك. تنفيذها سهل جدا، ولكن غلطة واحدة في المقادير ممكن تخليها وايد حلوة وتخرب مذاقها. جاهزين؟ جاهزين. كيف بتبدين طبختك؟ بالكرواسون. وانت يا سارة كيف بتبدين الطبخة؟ الكروسون بعد. انت بعد؟ ما بيزيدون حليب وبيتريون الكروسون. زين، خلي تعرف عليهم شوف. يلا نتعرف عليهم. زين سارة، خبرينا عن مواهبك، شو تسوين في وقت فراغك؟ اصنع اكسسوارات شعر باستخدام الخرز، يوم اطلع البسهم. ما شاء الله. اصنع قبعات بالكروشيه واركب عليهم الورود اللي اصنعها من الكروشيه بعد واخيطهم واطلع فيهم باي مكان.
وانضممت إلى نادي السباحة للغوص والسباحة عشان أتعلم السباحة، وكان وايد ممتع وتعلمت أشياء ما كنت أعرفها من قبل. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليها، شو ما تصنعه تلبسه وتستخدمه بنفسها. ما شاء الله. صراحة كنا نتمنى لو كنت تراوينا اليوم شيء، لو كنت جايبت لنا وياك. يعني هي مصممة، ها؟ مصممة اكسسوار. سارة شو تبغين تصيرين لما تكبرين؟ دكتورة أسنان ماهرة. وعشان بداية صنعت ابتكار بشهر الابتكار، واللي هو حملت فرشاة معجون وخليت فيها جهاز يطلع أغنية لمدة دقيقة، وهاي الدقيقة يفرش فيها الأسنان العلوية. يوم تخلص هاي الدقيقة يضغط مرة ثانية ويفرش الأسنان السفلية. والهدف هو إن هذا الشيء خلي الطفل يفرش أسنانه كل يوم، يفرش أسنانه كل يوم، وكل مرة يفرش فيه أسنانه يفرشها دقيقتين. مواهب مختلفة. سارة اليوم معانا فنانة تحب تشتغل بإيدها، عندها لمسة فنية في كل شيء تستخدمه أو كل شيء تحط إيدها عليه، ما شاء الله عليها. أما عندنا هني ماريا إلقاء ومسرح، مواهب مختلفة بينهم هم الاثنين تماما. يعني الفائدة أن فعلا أنت تحتاج دقيقتين، وعلشان تحسب الدقيقتين هي حاطة ما تحس، يعني تسمع الموسيقى أو الأنشودة هاي اللي حاطينها وتستمتع وتتفرش. ما شاء الله عليك يا سارة، يعني ابتكارات حلوة بصراحة. صحيح. خلنا عرف ماريا، خبرينا أنت الحين شو هواياتك، شو تحبين تسوين في وقت فراغك؟ أحب أرسم وألون وأنشر التوعوية على أصدقائي عن فيروس كورونا. حلو، شو تقولي لهم؟ أقول لهم إنهم ما يطلعون من البيت، ولازم كل مكان إذا يروحوا يلبسوا الكمام والقفاز، وإذا يرجعون من البيت يعقمون إيدهم ويغسلونها بعد، صح؟ هي أيوة، كل ما ندخل البيت نغسل إيدينا. إنزين، شو ترسمين، شو تلونين، شو الأشياء اللي تحبين ترسمينها وتلونينها، خبرينا أكثر. أحب أرسم عن الطبيعة والبيئة وعن الشيخ زايد. ما شاء الله، وتشاركين في هالرسمات؟ هي في المدرسة، ها؟ هي. شو تبغين تستوين يوم تكبرين؟ أحب أن أكبر أن أكون عالمة. عالمة؟ هي. في مجال محدد تبغين تكونين فيه عالمة، ولا عالمة عن كل شيء؟ عن العالمة عن كل شيء. عن كل شيء ما شاء الله، يعني مدرسة علوم يمكن؟ هي. ها؟ هي. تحبين مادة العلوم؟ هي. بس أظني المادة المفضلة عندك الرياضيات، صح؟ الاثنين. ها؟ تحبين رياضيات العلوم؟ هي. ما شاء الله عليك. أول شيء حطيت الكروسون بالنصين على الطبق، من بعدها أضفت على حليب عادي، وبعدها حطيت حليب مكثف ودمجتهم مع بعض. لو لاحظت شوف الروائح بدأت تطلع، خلاص الريحة الجميلة هذه الممتعة، يعني ما في أحلى عن شيء، صح؟ هي. تحمستي؟ هي. أنا تحمست، متعوني، أنا وايد أحب هالطبخة صراحة. تبغين تضيفين شيء ولا؟ في حد يبي يضيف شيء؟ في حد يبي حليب زيادة؟ يقول الحين هذا وقت المساعدة. هي. في حد يبي يضيف شيء زيادة، حليب ولا شيء؟ قشطة؟ ها. ولا حليب مكثف؟ قشطة. قشطة؟ يلا. ضيف القشطة. أنا خففت على النار عندك. حلو. سارة وماريا البدايات مختلفة شوي، كنت أتوقع أن ممكن تتغير الخطوات. لاحظ سارة بادية مع القشطة أول أو حاطت الكروسون عقب الحليب، وكانت سارة كل شوي تزيد حليب بكمية معينة. أما عندنا ماريا اكتفت بأول مرتين، حطت حليب بس لمدة مرتين فقط واكتفت بهذا القدر. فهل هالاختلاف في كمية الحليب ممكن يأثر ولا لا؟ حطيتي قشطة شوي صح؟ هي. ما حطيتي وايد، ليش؟ عشان يكون حلو، عشان يكون معتدل، صح؟ هي. ما يكون وايد حالي وما يكون مر. هاي حلو، ما شاء الله عليك. وهناك عندنا العكس، أعتقد سارة قللت من الحليب المكثف. حليب مكثف. أيوة. هي. بس زادت من القشطة. أيوة. حلو، هذا التعادل جميل. زين، منو بيفوز اليوم؟ ها؟ أنا. أنا متحمسة، ودي أنا بعد أجرب وياهم.
ودي انا بعد اطبخ وياهم، لان المكونات فارقه عندكم، يعني الطعم اكيد بيفرق ان شاء الله. ها تتوقعين بيكون عندنا فايز باللون الازرق ولا فايز باللون الاصفر؟ انا احس النتيجه هي اللي بتحكم. الاكل ما يبالها وايد، واهم شيء عندنا انه الحراره تكون واطيه، صح يا رباب ولا غلط؟ صح. رحلتك الاخيره اعتقد كانت شويه فيها. لازم نخبرهم، انا اخر مره كنت رايحه البر تمام، ونحن رايحين عازمين ناس وشي مستضيفين ناس، قايلين نحب نسوي ام علي، خلاص هم مستانسين ومتحمسين، طبخنا الطبخه الاساسيه خلصنا، جايين بنحط ام علي، لهينا في السوالف وشي الا نشوف ريحه الحليب قاعد تطلع وهي محروقه يعني محترق في القاعه. هي هم مو بعارفين هالريحه شو، تعرفون كيف حطينا في الاكواب شلينا بس من فوق، من فوق بس لان من تحت محروق. هذه مشتقات الالبان دائما صح. تحترق بسرعه، فما نعلي النار عليها ابدا، تخليها على نار هذه مثل هني، اذا شفناها بعدها او ما تمازجت نزيد حبه. انتوا اعتقد لانك انتوا في رحله وكانت على يمر اظني والحراره عاليه. انزين بعد ما عرفنا هذا ممكن بعد تخبرونا مواقف صارت لكم، يمكن موقف صار لك في المسرح، انا سمعت انك تمثلين. ما كنت امثل لكن كنت استعرض مع البنات. ما شاء الله، يعني شو تسوون في الاستعراضات هاي؟ كنا نستعرض قدام الامهات اوكي واحنا فرحانين. ما شاء الله. حق اي مناسبه هاي كانت؟ ما كانت حق اي مناسبه، لكن بس كنا نسوي مسرحيه. وانتي تحبين التمثيل؟ احب التمثيل بس ولا مره مثلت على مسرح. ايوه زين، شو الاشياء بعد، وين الاماكن اللي تحبين تروحينها، وين الزيارات، مشاركات عندك تبغين تخبرينا عنها؟ مثلا بالصف الثاني يوم الرياضي سوينا رقصه عن الرياضه، يعني كنا نسوي حركات رياضيه تستفيدون منها حق الجسم وتفيدون الثانيين صح؟ كانت عباره عن رقصه. ما شاء الله، ونحن نتعرف عليهم زاد حماسنا، هواياتهم ومواهبهم ما شاء الله عليها كبيره، في هوايات حرفيه وفي هوايات رياضيه، هالمواهب كلها ابغي اشوفها اليوم في ام علي، ويمكن مو انا بس بروحي اللي ابغي اشوفها، رباب اكلتها المفضله ام علي، اتمنى يتقنونها علشان تاكلها. شوف بما ان نحن حاليا في او قاعدين نسوي ام علي، نبغي نعرف ام علي اصلا اسمها من وين يا؟ اولا ام علي هو حلا او حلاوه او نوع من الحلويات المصريه. من مصر. وام علي اكله قديمه جدا، في كانت مرت الحاكم الايوبي طلبت من الطهاه الخاصين مالها انهم يسووا لها حلا جديد خاص فيها وشيء ما طعمته من قبل، فابتكروا لها هذا الشيء ووزعت على المدينة فمشى عليها الاسم ان ام علي، هذه اكلت ام علي، اكلت ام علي يعني من هاك العصور. يعني نعم ما شاء الله، بس سفرت. اكله خفيفه لذيذه ومسوينا نحن يعني بمكونات بسيطه جدا، يعني تعتبر صحيه لان فيها حليب وفيها هالمكونات اللي يعني هي حلا، هي حلا صراحه حلا هي. بس مش صحيه، بس من نوع الحلاوه الخفيفه يعني خفيفه هي. مستعدين طبخه اليوم؟ نعم مستعدين. انا ليش تعتقدين انت؟ لان دربت على هاي الاكله وايد واحب هاي الاكله واحب اطبخ وايد. وانت ليش تحسينك بتفوزين؟ لان ريحتها حلوه وهي اصلا حلوه وخفيفه، يعني خلاص انت واثقه ان مالتك مضبوطه. هي مالتك مضبوطه بعد؟ هي هذه التجربه حلوه للاطفال لانهم بيتعلمون كيف لما امهم تروح السوق انهم يروحون معاها يساعدونها في الطبخه او الاكله اللي يبون يسوونها، لما يخططون لاكله يعرفون مقاديرها ويعرفون كيف يشترون كيف يطبقون الاكله بعد. صحيح، ممكن انهم يشوفون اكله عن طريق الانترنت ياخذون الوصفه ويروحون يشترونها بنفسهم وينفذونها بنفسهم. بس ماريا انت قلت تحبين اللغه العربيه اكثر لانها حلوه وتخلينا نمثل بايدنا واحنا نقرا. تعطينا مثال عن هالشيء؟ الشمس جميله جدا والسياره تتحرك بسريعه سريعه. انزين بما ان انت تستخدمين حركه الايد مع اللغه العربيه، ايش حالك بالرياضه؟ حلوه. شو قولي لي شو الرياضات اللي تحبين تمارسينها؟ احب رياضه السباحه واحب رياضه الركض ورياضه القفز.
انزين، وين تمارسين هالرياضات؟ في البيت. في البيت، كله في البيت طبعا، لان الحين ما نقدر نروح مكان، صح؟ هي. انزين، مشاركاتك، فعاليات شاركتي فيها او تطوع شاركتي فيه؟ شاركت في فعاليات وطنية ودينية ومع المدرسة وحصلت على شهادات. ما شاء الله، يعني شهادة مشاركة. هي. ما شاء الله عليها. سارة، مشاركاتك، قولي لي شو الأشياء اللي شاركتي فيها، فعاليات، تطوعات؟ شاركت بورشة وحصلت لقب سفيرة أمام الإلهام والإبداع. ما شاء الله عليك. وبعد هاي ورشة كنت أرقب فيها إبداعي، واللي هي أصنع فيها أكسسوارات شعر باستخدام الخرز، وهي مع مشاركة من أكاديمية رأس خيمة للموهوبين. عيبت كل حد بفكرة وكانت وايد حلوة وكل حد استفاد منها. ما شاء الله عليك. أنا متأكدة أنها وايد كانت حلوة صراحة، وهي تتكلم عن الموضوع خاطري تسوي لي شيء تعطيني إياه، شو رأيك؟ أوكي. انزين، دام منا ياسين نتكلم عن الإبداع، خلونا نشوف الإبداع هني. أكلتنا خلصت. هي. صح؟ هي. سكرنا الجذور. منو بيفوز؟ منو جاهز للفوز؟ أنا متوقع إنه بفوز. ليش؟ لأني درت على هاي الطبخة وايد وأحب هاي الطبخة. لا، أنا بفوز لأنها سهلة وحلوة. وأنا بعد بفوز لأني شكلي مالي أحلى. وأنا أكيد بتعيب الشيف. مالي بتعيب الشيف أكثر من مالك. شوف الشيف. شوف. حلو. ما بعد شوف مالي أحلى من مالها. لونها حلو. متقاربات لكن القوام شوي مختلف. كل أكلة لها اختلافها بحسب اختلاف المكونات. صحيح. وصلنا للنهاية، مرحلة التقديم. الريحة وايد غاوية، أتمنى الأكل غاوي مثلها. بنجرب وبنحكم منو فيهم الفايز، منو فيهم اللي استخدم المكونات صح. يا شيف، الحين يوم أنا أكبر أبي أستوي شيف نفسك متميزة، كيف عطاني نصايح عشان أستوي شيف نفسك؟ زين، المرحلة الأولى تبدأ من البيت، لازم تجربين في البيت إنك تتعلمين كثر ما تقدرين، ها؟ المرحلة الثانية إنك تروحين جامعة أو أكاديمية متخصصة في تعليم الطبخ وتعليم أساسيات المطبخ، كذي تأخذين دروس في التقطيع، في النظافة، في السلامة، وشوي شوي تتخرجين. بعد ما تتخرجين لازم تشتغلين في مطاعم أو فنادق أو شركات تموين تأهلك إنك تكونين شيف عالمية. ها، بالتوفيق إن شاء الله إذا كان هذا حلمك. الحين يا وقت التقديم، صحيح؟ أطباقنا جاهزة؟ نعم. الحين بتشيلون وبتزينون في أطباقكم، جاهزين؟ جاهزين. جاهزين؟ جاهزين. نعم. يلا عيال نبدأ. الشكل والتزيين ما شاء الله ابدعوا. هي مو مقصرين. استخدموا هني شويه الحليب اكثر وهني القشطه اكثر. هي شو رايك؟ رايي اني انا بجرب معاك اليوم. خلاص اسمح لي صراحه. لا انت اكلتك المفضله هاي، يعني هي. لازم تجربين. انزين، نجرب اول مال منو؟ مالي. ها جرب مال منو؟ مالي. مال منو اول؟ مالي. ها مالي. يلا علينا بجرب اول عشان اقول لهم او اغششهم او اقول لك الانطباع، ما ادري. لا انا بجرب روحي اليوم، لان انا وايد احب هالاكله قررت اني انا اجرب الاكله واعطي حكم قبل لا الشيف يعطي. لكني عقب ما ذقت احترت وايد، ما عرفت شو اقول للشيف، فما اعطيته اي مؤشر هل هذه بتفوز ولا هذه. جربتي؟ جرب. أنا بجرب بعد مرة، أبغى أتأكد من شيء.
انتي طعمتي، شفت اني انا طعمت مرتين لان شوية يعني ما اعرف، ابغي اركز في الفايز، ابغى اعرف منو استخدم المكونات بطريقة صحيحة. حيروك. حيروني وايد. شو رايك؟ انا رايي ان انا برخص عشان اكل. تاكلين اي وحدة؟ لا هذه عليك. علي انا؟ ايه. اذا علي انا فانا اعرف الفايز منو. انتو تبون تعرفون الفايز منو؟ نعم. لا شكلكم ما تبون تعرفون. ها؟ نبى نعرف. نبى نعرف. ها؟ منو تتوقعون اللي فاز ويانا في هذه الحلقة؟ أنا. منو سوى الطبخة صح؟ أنا أكيد. بنطلب من منو يسوي لنا إياها مرة ثانية عشان نستمتع؟ أنا. ها؟ أنا أحب نعيبتك. تحسين نعيبتني؟ إيه. عشان شي جربت مرة ثانية؟ ها يا سارة، وأنتِ شو تحسين؟ أحس إني أنا بفوز. متأكدة؟ إيه. يا رباب، تبين تعرفين منو الفايز ويانا في هالحلقة؟ أنا أعرف. والفايز ويانا هم أنتوا الهنتين، ألف ألف مبروك، فزتوا ويانا، تستاهلون، طبختوا الطبخة بطريقة حلوة، سويتوها صح. أنا ماريا كنا جدا متحمسين، أنا سويت الطبخة قبل ماريا، بعد ما أعلن الشيف من فاز، كانت أنا ماريا، وكنا وايد فرحانين، أقول ماريا مبروك الفوز. استخدموا نفس المقادير في الأوقات المختلفة عشان شي النتيجة وايد متقاربة. صحيح، كنت عارفة أنكم بتفوزون، جربت صراحة، استمتعنا معهم في هالحلقة، هم الاثنين بدعوا في طبخة أم علي. كيف كان شعورك سارة؟ وايد فرحانة وحبيت شعور الفوز. وانت يا ماريا؟ كنت وايد سعيدة والشعور كان وايد حلو. ألف مبروك لكم انتو اثنين، وإن شاء الله نشوفكم شيف في المستقبل. شكراً رباب. شكراً. الحين يا وقت الهدايا. بما أن من أكلات رباب المفضلة، فرباب قررت أن تطعم وياي اليوم، بس ما أعطتني أي مؤشر أي وحدة عيبتها، وأنا صراحة كنت محتار، كنت محتاج أن رباب تساعدني، بس خدت القرار اللي هو كان وايد سهل، التعادل. ألف ألف مبروك لهم، هم الهنتين فازوا لأن سووا الطبخة بالطريقة الصحيحة واستخدموا المكونات صح. بالتوفيق. ألف ألف مبروك سارة وماريا، استخدموا نفس الخطوات لكن على أشكال مختلفة، والنتيجة طلعت متقاربة جدا، تستاهلون الفوز، وإن شاء الله نشوفكم شيف المستقبل. في نهاية حلقتنا اليوم أحب أشكر سارة وماريا والشيف سعود، استمتعنا معاكم في هالحلقة واستفدنا كثير من المعلومات اللي أعطيتنا إياها شيف، بصراحة كانت حلقة حلوة مليئة بالمعلومات، وأيضا استمتعت بأم علي صراحة اليوم. وايد يعني حلوة كانت. يعني طبختي الحلوة المميزة اللي أنا أحبها وبدعتوا فيها، واستأنست إن هم الاثنين خذوا التعادل. تهلون. شكرا يا سارة. عفوا. مبروك يا ماريا. الله يبارك فيك شيف. ختام حلقتنا اليوم مشاهدينا، انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج الطاهي الصغير. متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.